السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك. معكم مريم بركات، جديد في عالم الحلويات. كريمة بنكهة مغربية أصيلة، أي نكهة الفقاس، استخدمتها في هذه التورتة، وأيضا حشرت بها يعني الماكرون، فحصلنا على ماكرون بمذاق مغربي. وهنا زينت بها هذه التورتة، مذاق رائع جدا وأصيل للفقاس. فقاس هي حلوى مغربية معروفة. استخدمت هنا كريمة إنجليزية، بحيث حضرت انطلاقا منها كريمة زبدة. سوف نحتاج أول شيء لتحضير الحليب، يعني سوف أقوم بغلي الحليب. كمية من الحليب تقريبا 150 مللتر، من 100 إلى 150. أستخدم معها حبوب نافع أو اليانسون، شمر أيضا، وأضيف له زنجلان أو سمسم، وأيضا هناك العنب المجفف، مع أن يعني الفقاس يحتوي على هذه المكونات، وأيضا ماء الزهر، روح ماء الزهر. سوف أضيف فقط قطرات، يعني مكونات نجدها عادة يعني في الفقاس المغربي. هنا سوف أقوم بتسخين الحليب أول شيء. هنا سوف نحضر كريمة إنجليزية، لكن قبل ذلك يعني يفضل نترك هذا الحليب ليلة كاملة. هنا سوف أقوم بطحن هذه المكونات قليلا حتى يبرز المذاق بشكل أكبر. أطحنها قليلا، أضيفها هنا الحليب ساخن، يعني سوف أضيف له أمسح فقط الكاميرا، وسوف أضيف له الحبوب، وسوف أتركها كما قلت من الأفضل ليلة كاملة. أضيف هنا قطرات من ماء الزهر ليلة كاملة، أو فقط يعني ساعتين إلى 3 ساعات، حتى يعني تبرز نكهات بشكل جيد يعني في الحليب، وأتركها. هنا سوف نحضر الكريمة الإنجليزية. نحتاج هنا إلى كما قلنا الحليب، قمت بتصفيته جيدا يعني من الحبوب، تلاحظون حتى اللون يعني تغير قليلا. وسوف نحتاج للكريمة الإنجليزية إلى صفار البيض، وسوف نحتاج إلى من 100 إلى 150 غرام من السكر لتحضير الكريمة الإنجليزية، مع 6 من صفار البيض. وبالنسبة للزبدة، 450 غرام من الزبدة الحيوانية، بحيث نحصل على كريمة الزبدة انطلاقا من كريمة إنجليزية. أول شيء سوف أقوم بخفق صفار البيض، 6 من صفار البيض مع السكر، أخفقه جيدا يعني فقط حتى يصبح لونه أبيض بهذا الشكل. والحليب وضعته ليسخن، بعد ذلك سوف أصبه تدريجيا يعني على خليط البيض مع السكر، وأحرك بهذا الشكل، أحرك جيدا، وسوف أعيد الخليط بهذا الشكل إلى النار، على نار هادئة جدا، وأحرك هكذا باستمرار. يجب على الخليط يعني ألا يغلي، سوف أريكم كيف تعرفون يعني أنه أصبح جاهز. يجب أن يصل إلى 83 درجة، 83 درجة، لا يتعداها، وإلا يعني تفسد الكريمة الإنجليزية. تلاحظون أمرر الأصبع على الأصبع على ملعقة خشبية، فلا يلتقي الخطان، يعني أنها أصبحت جاهزة. أهم شيء ألا تغلي الكريمة الإنجليزية، وتكون النار هادئة. تلاحظون قوامها رائع جدا، تفوح منها رائحة الفقاس. هنا أضعها وهي ما زالت ساخنة، سوف أقوم بخفقها جيدا حتى يتضاعف حجمها قليلا، يعني إلى مرة ونصف. أخفقها وهي ما زالت ساخنة حتى تبرد تماما. هنا الكريمة الإنجليزية حاضرة، هنا نحضر كريمة الزبدة انطلاقا منها. بعد أن يبرد الخليط تماما، لا نضيف الزبدة، والكريمة الإنجليزية ساخنة سوف تذوب ولن نحصل على كريمة، يعني هذا الشرط مهم جدا. تحسسوا دائما الكريمة يجب أن تكون في حرارة الغرفة، وأفضل شيء أن تكون في نفس حرارة الزبدة، وأيضا الزبدة تكون حرارة الغرفة أيضا لينة، ونضيفها تدريجيا. تلاحظون القوام، هما هنا سوف أقوم بمسح الجوانب عفوا بهذا الشكل، وأعيد خفقها مرة أخرى، ولاحقا أضفت لها اللون البني حتى نحصل على
كريمة بلون وأيضا نكهة مغربية، نكهة الفقاس. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الكريمة وأن تجربوها. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clicoc.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة وعلى زر اشتراك لتتوصلوا دائما بالجديد. أشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله.